ابو اسراء استاذ ابو الشيخ، اسراء يا سيدي، ابو اسراء حاضر. ازاي حضرتك؟ الله يسترك، مبروك حياك على الله البرنامج وبياك، الجميل، يسترك مبروك ويبارك على في عمرك، البرنامج الجميل اللي يرزقك فرحة خلانا تدوم. كل حاجة نعملها بسبب البرنامج بتاع حضرتك الله يسترك، الله يرضيك، الله حبيبي يسترك، الله حبيبي، يسترك، ربنا يبارك لك في صحتك الله ويخلي لك يسترك، عيالك يا الله رب. يسترك. بقول لحضرتك يا شيخ، نعم، انا دلوقتي كان مؤخر استعداد بتاع زوجتي اتوفت. نعم، كنت في الحلقة السابقة قبل كده حضرتك كنت قلت ايه، المؤخر السوداء ده لازم يتدفع. نعم، فبناتي مش عايزين منه حاجه، انا بطلعها صدقه جاريه على روح المرحومه. طيب، هما بنتين اللي عندي. حماتك عايشه؟ متوفيه. حماك عايش؟ متوفي. طيب عندك ولاد ذكور واناث صح؟ لا، اتنين انثى بس. ليها اخوات؟ زوجتك ليها اخوات؟ ليها اخ واحد. اتنين ليها اخين. تنازلوا؟ والله انا ما كلمتهم في الموضوع دون، بس هم متنازلين عن كل حاجه، ما يعني طلبوش حاجه خالص. لا، ما طلبوش حاجه خالص 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 خالص، ما عليكش اي شيء خالص. ربنا يبارك فيك، ربنا يرحم زوجتك رحمه واسعه، امين، ويسكنها واطلب من فسيح حضرتك جناتي. طلب نعم، صغير كده، اتفضل. عايزك تدعي لاحمد مجدي الله يرحمه ويسامحه، ابن اخويا. حاضر. متوفي شاب 26 سنه، رحمه الله عليه. حاضر، ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك ويخلي لك ولادك. ربنا يرضيك ويحفظك. اولا رحم الله امنا الكريمه رحمه واسعه، واسكنها فسيح جناته، والهمك الصبر على فراقها، وجمع بينكما في جنته ومستقر رحمته. هنيئا مريئا ما تركته من مؤخر صداق، لان ربنا قال كده في القران: فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ما فعلته انت من إخراج مؤخر الصداق على روحها الطاهرة كصدقة جارية، هذا فضل منك وحسن معاشرة، بارك الله فيك، لأنك أدمت الوصالة بعد الموت، ودي مهمة جدا. خلي بالكم، بقول لكل الناس، علاقة الزوجية ما بتقفش عند الموت أبدا، علاقة الزوجية بعد الموت باقية، والدليل على ذلك سيدنا الحبيب بعد ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، لما كان يذبح كان أول ما يفكر: أرسلوا إلى أصدقاء خديجة. ربما ذبح الشاه كلها فجعلها في أصدقاء خديجة. لما كان يجي حد من ريحة خديجة، صديق خديجة، حبيب خديجة، فيقوم له ويهش صلى الله عليه وسلم ويبش، لحد ما السيدة عائشة تغار فيقول إيه: كانت تأتينا أيام خديجة. والقائل يقول: وحبيب حبيبي حبيبي. رحم الله أحمد مجدي رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتي، وألهم أبويه الصبر والسلوان، ورحم الله سائر شباب المسلمين وسائر موتى المسلمين وسائر موتى الناس، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، بارك الله فيك.